كلام الناس يطل على ملفين ساخنين، مسؤولية خطف العسكريين مع وزير الدفاع يعقوب الصراف. أما الملف الثاني فتداعيات قرار المجلس الدستوري حول السلسلة والضرائب مع المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني ورئيس جمعية تجار بيروت نقول شماس. كلام الناس مع مرسال غانم، الخميس 10 إلى 3 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.